ابتكار الإفيه، لما بترجع لإفيهاتك في أعمالك المسرحية، إيه أكتر الإفيهات لما بتشوفها بتقول إزاي جبتها؟ يعني ده سؤال جميل قوي. شو الإفيه؟ ما بقى مش هتزعل حد. أنا في حاجات عملتها ما أعرفش جات لي إزاي. إزاي؟ يعني بس وليدة بس اللحظة. دلوقتي ببقى سعيد بيها جدا. زي بالظبط ما قلت حضرتك، اللي هو في على الرصيف لما بتكلم وبعيط واقول لا وللقاضي ومش عارف ايه، فالناس تيجي تسقف اقول لهم لسه هنزل على ركبي، فيجوا يسقفوا اقول لهم لسه، وبعد ما انزل اقول لهم ادوها فيسقف. انا بعتبر ان ده من اجمل الحاجات اللي انا عملتها. وبالعكس بقى في ممثلين تانيين بيعملوها في المسارح. في مسرحيه ريا وسكينه، في ريا وسكينه سهير البابلي لانها غول، فانا جيت في مشهد اللي بقول لها ابويا قال لامي بيع الكردان اللي في صدرك، ونسيت بقيه الجمله. فهي ما تفوتش، قالت لي وبعدين كم. انا عايز اقول لها ايوه ما انا نسيت بقى، ما انا عايز اخليها تعدي المساله. قالت لي ايوه بعدين، قلت لها ما هو ايوه لا بيع الكردان. قالت لي ايوه كمل بقى. ايه كمل بتزنقني يعني. فجت لي حته ان اقول ابويا قال لامي بيع الكردان في صدرك يا صحر، قلت يا صحر، فكانت صريخ. هنرجع للإفيهات والفنان أحمد بدير، نلتقي بعد قليل. اسمعني، ربنا يستر عليك. في ايه؟ غيت الله غيتك. سر عايز اقوله لك عن المحلك. سر؟ ايوه سر. حضرتك مش صحفي؟ لا استنى، انا كنت فاكرك جاي تجري تحيا عن اللي بيجري في المحلك. ما تخافش، انا خطبت صحفية. اتكلم. ما ينفعش هنا. ولاد الابلس عرفتهم بالواحد، وعرفت بيعوضوا اللي بيخرجوا لحسابهم ازاي، بيسرقوها بيه. طب اذا كانت المساله بالصوره دي، ما البوليس اولى بانك تشرح لي الحكايه. عندي اسباب تخليني اخاف اروح لهم. ايه اي واحد تاني يروح بدالي. ايه هي الاسباب دي؟ ما اقدرش اتكلم قبل ما اقابل الست اللي قال عليها. ليه كده؟ وإذا ما كانش اعتبر الموضوع منتهي. طب ليه؟ صالح. وكل واحد يروح لحاله. ايه يا شنواني؟ مش هتعرف؟ معندناش كلام خالص. إلا قدام النيابة. طب والسلاح اللي كان معاكم في الإضراب واللي هددتوا بيه صاحب المصنع، جبتوه منين؟ ما كانش معانا سلاح. هو إحنا كان معانا سلاح. ده البيه. بيه مين؟ سي زكي بيه صاحب المصنع. هو اللي خاف وقعد يطخ في الهوا، وحتى عور الواد ياسين والوسط عبد الجواد. انتوا فاكرين لهم الفلاحين ده هيخيل عليا؟ واحنا بنظبط الميكروفون دلوقتي، مدير المسرح اياد الشاعر وشوشني كده وقال لي اسالي كان بياكل البيض كله في ريا وسكينه. اكيد ده سؤال كل المشاهدين او بعضهم او معظمهم. ده خروج برضو. خروج على الناس. لا بس على فكرة هو أول يوم بس اللي كان بيبقى ثلاث بيضات باكلها. بس بعد كده عملت حسابي بقى، ما هو الإفيه نجح فلازم يتكرر، فبقت هي بيضة واحدة سليمة والباقي جبنة وخيار وجرجير عشان المسائل. نعم. في الصعيدة وصلوا، في الصعيدة وصلوا. إيه الإفيه الأكتر اللي غير الإفيه اللي ذكرته في البداية؟ كان في كذا حاجه والله، منها ان اللي بيعمل دور اكرم قدامي محي الدين عبد المحسن، الشخصيه الشريره، فكنت انا بزعق معاه وهو يزعق والناس بتتنشن، فيقول لي يا احمد، واقول له في ايه، ويقول لي ما مش عارف ايه، وفي نومه يقول له فهادي بقت قصتك. ايه قصتك مع الادوار الشريره؟ بتقول لما يجيني دور شرير انا بنتعش، بتجلى، بتوحش. الظاهر انا جوايا شر في حاجات. عارف.
من بعد ما عملت الزين الحقيقه بقى في ثقه في ان انا ممكن العب ممكن. في المساله دي في الادوار دي. فعملت اصعب قرار كان شرير جدا برضو. وحاليا بعمل دورين فيهم الشر بس مش المطلق يعني. طبعا يعني بعمل لرمضان ان شاء الله اختفاء سعيد مهران ده قصه محمد حلمي هلال واخراج المخرج السينمائي سعيد حامد مع هشام سليم وسوسن بدر ومحمود الجندي ودره ومجموعه كبيره. فانا بعمل شخصيه واد بلطجي اسمه ابراهيم الملطي وصايع وفتوه وعشان موالس مع البيت كبير بيحرق بيولع في واحد في الورشه بيولع فيه الواحد ده اللي هو ابو هشام سليم. نعم. كان لسه ما اتولدش في بطن امه فبسبب في موت امه برضه. والولد بيكبر فبيحاول يدور على مين اللي دمر اسرته عشان ينتقم منه عشان ما نحرقش الفكره والحاجه. ما هو نرجع لما بيشوفوا بقى بيشوف حاجه مختلفه خالص. طيب احنا ذكرنا يمكن في البدايه الزني بركات في المقدمه، هذا الدور اللي ممكن نقول فيه اعاده اكتشاف ايضا مره ثانيه لامكانياتك التراجيديه. يعني يمكن انا ذكرت في المقدمه ان هذا العمل نقله نوعيه واكتشاف اخر ايضا من المخرج يحيى العالمي الاستثنائي يحيى العالمي. وايضا يمكن بدون اي ضحكه، بدون يعني هذا الدور ايضا اعاده اكتشاف للشيء ايضا المركب اللي ممكن يقدمه استاذ احمد بدير بين الذكاء والاحتيال والدهاء عميد البصاصين يعني. زي ما رايه وسكينه نقله بالنسبه لي في المسرح وفي الكوميديا، الزين بركات نقله بالنسبه لي كممثل بقى. نعم. ان الناس تثق فيا وممكن يشوفوني في ادوار مختلفه. بس الزيني كان صعب بصوره يعني انا كنت كل يوم بروح التصوير وانا بترعش وخايف ومرعوب. ولو ما جاليش اوردر يوم افتكر ان يحيى العالمي غيرني والله واخاف. وازاي يحيى العالمي هذا العبقري شافني في هذا الدور المركب. وبعدين ده مش الفيلن او الشرير اللي بيرفع حاجب ويزعق ويعمل ده من جوه. اقول لحضرتك حاجه يا دكتوره، انا كنت بتفرج على المسلسل قريب انا كرهت نفسي والله بقيت اقول ازاي انا عملت البشاعه دي الداخل التركيب هذا مش ممكن. الكامل ايه الغل ده وايه الخبث والدهاء والمكر ده. وعجبني مشهد جدا رغم ان من النادر يعني الفنان يرضى عن نفسه بس انا سعيد بهذا الدور. مع وجد العربي كان بيكلمني ويقول لي ازاي تسمح باحتقار الفول ومش عارف ايه. فانا اقول له يا وجد يا مش عارف ايه يا ابني ضغطوا عليا المماليك مش عارف ايه وادي له ظهري. فادي له ظهري الاقي الوش ده بقى الشر كله. نعم. فيكلم الف الطيب في نفس كله. أنا فرحان بنفسي في الدور ده. حلو. طيب ليش مثلا ما تكرر عمل أو دور نفس الزيني بركات؟ يعني وحتى السؤال اللي بيخليني يعني بسألك السؤال ده أو العبارة اللي لفتت نظري في أرشيفك إن لما سألوك عن الجوائز والأوسمة قلت أنا ما نلتش ومش منتظر أي جائزة أو أي وسام طالما إن هذا العمل ما خدش جائزة. يعني إذا الزيني بركات وهو أفضل عمل بالنسبة لك بالنسبة لتاريخك ما حصل على أي شيء، فشو العمل اللي ممكن ياخذ؟ أيضا هذا حرام عليك أنك بتصادر يعني تجاربك والمستقبلية. لا ما بصادرش بس مش هفرح لو خدت جايزة. ليه؟ لا والله خلاص، لأن أنا فاكر كنت بعرض على الرصيف أياميها فأنا رايح المسرح كانوا بيعلنوا الجوائز في الإذاعة. فأنا جيت عند المسرح وفاضل 5 دقايق على فتح الستارة ورحت واقف مستني لغايه ما يوصلوا لاحسن ممثل مش عارف ايه. كان عندي احساس ان انا هاخد عن هذا الدور حاجه، ورغم ان مفيش اي مؤشرات تقول ان انا هاخد، انما انا جوايا عندي احساس ان هذا الدور حتى يراعوا ان انا كوميديان وراجل بتاع ضحك ومش عارف ايه وعمل النقله دي. فقلت هاخد ان شاء الله شهاده وما حصلش. فقعدت اسمع
فما خدش. قلت طب يحيى العالمي هياخد احسن مخرج فما خدش. قلت نبيل الحلفاوي هذا العملاق هياخد ما خدش. فولا واحد فينا ليه خد بنظرك؟ ليه لا بنظري ليه؟ لان عاده عمر الجوائز المهرجانيه ما بتروح للاشياء مقياس حقيقي لجوائز الجمهور. نعم عمرها ما هتبقى كده. حتى في الاوسكار لو شفنا في امريكا السنه دي هتلاقي في افلام عظيمه جدا وما خدتش جوائز وفي ممثلين احسن من اللي خدوا. نعم وفي احيانا افلام مهرجانات ونخبويه واحيانا يعني في تفصيلات وغير الترضيات الموجوده واحنا عارفين اللي تحت الطاوله وخلف الابواب. دكتوره اول جائزه احسن ممثل وفرحت بيها وفرحه الدنيا كانت ايه؟ برضه في ايضا في مهرجان اذاعه والتلفزيون عندنا بس مش في السنه دي يعني من 4 سنين. نعم احسن ممثل في الاذاعه كان مسلسل اسمه ابدا لم يكن لها قصه احسان عبد القدوس مع نبيل عبيد وفاروق الفيشاوي. وكنت مسافر فلقيت الجورنان ومكتوب فيه احسن ممثل اول في الاذاعه عن مسلسل كذا احمد بدير. انا دي اغلى شهاده عندي. نعم. انها من خلال كمان الصوت. نرجع طب حلو هذا يعني والصوت هذه مش عمليه سهله يعني انك نرجع للسينما. يمكن حنستعرض بعض الاسماء اللي بتاخذ ايضا ملامح تجارب عندك بالسينما. وقفت امام اسماء كثيره، ماذا تبقى منهم في ذاكرتك بعبارات قصيره؟ محمود مرسي عبقري البساطه في الاداء. كمال الشناوي الجان الكاركتر لأنه عمل في المرأة المجهولة ما لم يتخيله أحد. نعم. أحمد زكي فلتة من فلتات الفن المصري. شادية